اهلا بحضراتكم مشاهدينا، واللقاء يتجدد على ارض مصر. نرصد فيه بعد ساعة كاميراتنا اهم الاحداث والاخبار التي تحدث على ارض مصر. ونبدأ معكم مشاهدينا وأخبارنا، والخبر الأول من وزارة الصحة والسكان التي أعلنت تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في الرئة والبروستاتا القولون الرحم ل 3,061,000 شخص بالمجان، وذلك تحت شعار 100 مليون صحة. ويأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، والتي شملت 18 محافظة مستهدفة المواطنين من سن 18 عام فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة. كما أكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، والتي يتم من خلال إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب. أما عن الخبر الثاني، فقد بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية المستفيدين من مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم خلال الأشهر الأولى من عام 2024 أكثر من 624,000 طالب بمختلف المدارس في الجمهورية. والمبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وستستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية في جميع المحافظات. وخدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب، قياس الوزن والطول ونسبة الهيموغلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع آليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الحق في الصحة من أهم الحقوق اللي بيكفلها الدستور المصري، وانطلاقا من هذا المبدأ كان هناك عدد كبير جدا من المبادرات الرئاسية الصحية. يمكن آخر هذه المبادرات مبادرة الفحص والكشف المبكر للمقبلين على الزواج، وطبعا دي مبادرة بدأت في فبراير 23 مستمرة حتى يومنا النهاردة، علشان بالفعل ان يبقى الأسر اللي جاية تبقى كلها أسر ان شاء الله تكون سليمة، تكون بصحة جيدة. مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة مشاهدينا، بسعدنا يكون في ضيافتنا النهارده الأستاذة الدكتورة ندى نبيل عبد الله، طبيب نساء وتوليد بوزارة الصحة والمشاركة في المبادرة الصحية الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج. برحب بحضرتك وأهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك، وكل الشكر لحضرتك وكل القائمين على البرنامج اللي استضفتي ببرنامج على أرض مصر. شكرا لحضراتكم. نتكلم بقى عن المبادرة. هي مبادرة طبعا الفحص المقبلين على الزواج، هي مبادرة متفرعة من مبادرة كبيرة قوي اسمها 100 مليون صحة، اللي هي بدأت من سنين وممتدة معانا تأثيرها لحد دلوقتي. مبادرة 100 مليون صحة تم الكشف فيها على فحص مقبلين على الزواج، فحص أمراض سمنة، فحص أمراض تقزم، سمع وتوحد، كل الأورام السرطانية اللي بقت دلوقتي الكشف فيها بقى موجود بتحليل ومحدث في نظام إحالة كامل. احنا دلوقتي في مؤسسات شغالة، في مستشفيات شغالة، في وحدات شغالة ومراكز مراكز طبية، كل دول بيتم الكشف فيهم على الأورام السرطانية أو الأمراض المتوطنة أو السكر والسمنة، كل الأمراض بيتم التحليل ليها وإحالتها. من لو اكتشف في وحدة بيحول لمركز، لو اكتشف في مركز بيحول لمستشفى، فبيتم السيطرة على الأمراض في نطاق واسع. كل ده يعني طبعا بالمجان بالنسبه لاي حد عايز ان هو، ومنتشر في جميع انحاء الجمهوريه. ده حقيقي ومنتشر وموحد على كل المحافظات بسيستم متكامل مربوط بشكل مركزي بخط ساخن. حتى اللي بيبقى مش على درايه يحصل على الخدمة ازاي، بيتصل بالخط الساخن و 15-33-5 فبيعرف طب الخدمة بتفعل فين، فاتصل واعرف بتفعل فين واروح. هي دي نقطة فعلا مهمة. ليه؟ لان في ناس كثيرة مش عارفة ازاي تعمل ايه. يمكن حد يكون مثلا عنده مشكلة وعايز، او بلاش عنده مشكلة، عايز حتى يطمن على نفسه، صحيح، ومش عارف ياخد الاجراءات ازاي. فخلينا نسهلها لهم، نقول لهم اي حد عنده او عايز يعمل كشف مبكر او يعمل كشف على اي مشكلة عنده يتصل بالرقم حاجة الخط الساخن 15-33-5 بتصل بالخط الساخن او بيتوجه لاقرب وحده صحيه قريبه من منزله،
أقرب وحدة صحية أو أقرب مركز طبي بيتم الكشف عليه وتفعيل كل خدمات المبادرة. مجرد ما بيدخل بيقول أنا عايز ضمن مبادرة 100 مليون صحة، عايز ممكن الكشف ولا مش أصلا مش مثقف صحيا، مش عارف هو داخل يعمل إيه، بس عارف إن في مبادرات رئاسية مفعلة. يدخل المركز بيقول أنا عايز المبادرات الرئاسية اللي هي مفعلة، اللي هي 100 مليون صحة للتشيك الكامل بقى، الكشف الصحي الكامل، أعمل تحاليل، أعمل فحوصات، شوف الهيموجلوبين بتاعي، نسبة الأنيميا كام، أشوف السكر بتاعي، الفيروس، الفيروس سي. طبعا احنا عارفين ان الفيروس سي كان من سنين طويلة متفشي في مصر، سنين طويلة، لكن الحمد لله تم السيطرة عليه عن طريق طبعا الكشف الطبي الكامل على مستوى المحافظات كلها. بالظبط، الحمد لله. بالظبط، فتم السيطرة على المرض، وامتدادا بقى دلوقتي المبادرة اللي بقت مفعلة بشكل رسمي لإتمام عقد الزواج، اللي هي مبادرة المقبلين على الزواج. خلينا نتكلم بقى بتفاصيل أكتر عن المبادرة، يعني تفاصيلها إيه وأهدافها إيه؟ تفاصيل مبادرة المقبلين على الزواج، دلوقتي المبادرة دي هي ابتدت في تفعل بشكل رسمي في فبراير 2023. دلوقتي ما فيش أي مأذون أو كنيسة تتم عقد الزواج بدون شهادة بتقول إن في إن الشخصين دول قبل ما يتزوجوا قاموا بفحوصات ما قبل الزواج. خلينا نقول إن هي زمان كانت روتينية يعني كانت روتينية، وكان بصراحة ساعات ممكن أي حد يعملها وخلاص. ده حقيقي، كانت بتتحط بشكل روتيني ورقة لكن مش مفعلة، محدش كشف ولا حد. لكن دلوقتي لا، تم الكشف الطبي على حالات كتير قوي، لأن هي بقت إجبارية وما فيش أي عقد زواج هي تم من غيرها. تمام، خليني برضه اقول لك، قبل المبادره دي ما تفعل بشكل رسمي كان بيحصل ايه؟ كانت طبقه اجتماعيه مثقفه مثلا، يعني كانت مثلا بيجوا لنا البرايفت، انا كدكتوره نساء وتوليد كانت تيجي لي الحاله في عيادتي، اثنين مثقفين نوعا ما، فعندهم وعي ان هم عايزين يعرفوا تثقيف صحي قبل ما يدخلوا على الجواز. فكان الموضوع بيتم عن طريق طبقه اجتماعيه معينه، ان هم عايزين يعرفوا طيب هنكشف على ايه؟ طب احنا داخلين على ايه؟ تمام، فكانت الطبقه دي مثلا كنت اقدر افهمهم، اثقفهم صحيا، اقول لهم احنا دلوقتي بالنسبه للراجل هنعمل فحوصات، وبالنسبه للست هنعمل فحوصات، وبالنسبه للست لازم قوي مهم قوي تعرف عندها تكيسات مبايض ولا لا، عندها كياس عن مبيض ولا لا، لان كل الحاجات دي بتمنع حمل الحمل، ولازم تبقى على درايه ما بين الفرق ما بين كيس عن مبيض اللي هو كيس وظيفي فسيولوجي عادي مفيش اي مشكله من اي نوع، وما بين تكيس اللي هو اصلا لخبطه هرمونيه. احنا الكيس ده بنقول عليه كيس ميه، ايوه، ممكن يظهر بشكل فسيولوجي عن طريق ارتفاع الكيرف او يعني انتهاء الكيرف وارتفاعه عن طريق البروجستيرون والاستروجين على مدار الشهر بتاعها في البيريود. فممكن في فتره التبويض يظهر شيء اسمه كيس فسيولوجي وظيفي، كيس ميه ممكن اصلا من غير علاج يروح لوحده. تمام، طيب في حاجة بقى اسمها تكيس، فالناس بتبتدي تخلط ما بين التكيس وما بين الكيس. بالظبط، التكيس هي اللي فيه مشكلة. بالظبط، مشكلة الكيس ده وظيفي بيروح ومش محتاج علاج ومش بيمنع حمل، لكن التكيس لو موجود، لا احنا عندنا التكيس هي فكرته الطبية ايه، لو هنتكلم بشكل ساينتفك شوية، ان هو التستوستيرون بيزيد عند الست، فده هرمون ذكورة. طيب لما هرمون الذكورة يبتدي يزيد عند الست، يبتدي شعر يطلع في دقنها ما بين السادي في جسم في اماكن ما كانش بيطلع فيها الشعر قبل كده، يبتدي تغير في ويت جين فجاه، بدل فجاه جسمها مثلا ما فيهوش سمنه تبتدي تظهر اعراض سمنه في وقت قليل، يعني وقت هي مش متعوده مثلا ان جسمها يحصل على سمنه في وقت قليل، لا وقت قليل يبتدي ويت جين عالي قوي. ممكن كمان سقوط شعر ويظهر صلع من زيادة طبعا من هرمون ذكورة في جسمها وهي فشعرها يبتدي يقع بشكل مبالغ فيه، يبتدي في اضطرابات في الدورة الشهرية بتاعتها، البيريود بتاعتها بدل ما كانت منتظمة تبتدي ما بتجيش خالص او بتيجي بفترات سريعة، يعني يا ده يا ده. دلوقتي التكيسات دي بتمنع حمل او بتمنع حمل، طب لو هما اثنين جايين يكشفوا في العيادة وعرفوا ان في تكيسات، يبقى انا عارفه انا داخله على ايه، هحتاج فتره علاج هرمونيه وابتدي افعل نظام غذائي معين وابتدي الدنيا تظبط معايا وخلاص. طيب هي نوعيات الفحوصات بتبقى بس زي ما حضرتك بتقولي هي الفحوصات الخاصه مثلا بالحمل كده، ولا في حاجات تانية؟ في فحوصات تخص الصحه الانجابيه، وفي فحوصات تخص الصحه العامه كلها. يعني لازم ضروري مثلا الراجل بالنسبه لفحوصاته
ضروري اعرف هو عنده هو دايابيتك ولا لا، عنده سكر ولا لا، ضروري اعرف هو عنده ضغط ولا لا، عنده قلب ولا لا. دي كلها اسمها فحوصات صحه عامه، صحه عامه للامراض الساريه والامراض الغير ساريه. تمام. طيب انا ليه بعمل له الفحوصات دي؟ لان اصلا اي شيء بيؤثر في صحته العامه هيؤثر في الصحه الانجابيه وصحه الزواج ده. تمام. فلازم تم حاجه من اسمها مشوره او تثقيف صحي للشخص اللي داخل على الزواج ده. هو دلوقتي كرجل ممكن ما يبقاش عارف ان السكر بيؤثر على صحته الانجابيه، لان السكر نفسه بيعمل مقاومه انسولين عنده. مقاومه الانسولين تبقى سبب اساسي في الاثيروسكليروزس او تصلب الشرايين. طيب تصلب الشرايين ممكن يؤدي الى انسداد في الاوعيه الدمويه، يبقى احنا كده داخلين في دوره دمويه مش ماشيه كويس. مزبوطة. طيب انا دلوقتي مع عندي ضعف الانتصاب، عندي مشكله في الزواج ده، لو السكر بتاعه مش under control. طيب لو هو controlled خلاص مفيش مشكله، احنا تمام مفيش. يعني احنا بنعمل تحليل سكر، بنعمل تحاليل فيروسات طبعا. بالزبط. اكيد بالظبط. امراض برضو الامراض عشان نقل الامراض في العلاقه الزوجيه. بالظبط. الامراض برضو اللي هي الفيروسيه الجنسيه اللي هي بتنقل العلاقه الحميميه، كل ده من زي الاتش اي في. بتعمل لهم تحاليل للزوج والزوج، للبنت والولد يعني. طبعا. اتش اي في ده مرض نقص المناعه البشريه، ده بينتقل بالعلاقه الحميميه. الاتش بي في اللي هو مرض الفيروس الحليمي، ده بينقل بيجي في الرحم وبيسبب اورام سرطانيه مش مجرد فيروس. وبينتقل واعراضه تشبه اعراض الانفكشن، التهاب وسقاليل وبثور في الاماكن الحساسه. ممكن الست تاخد علاج للانفكشن وما تتحسنش، تاخد علاج تاني وما تتحسنش، فهي تبقى مش فاهمه هي ما بتتحسنش ليه. ما هي ما عملتش تحاليل. لما تعمل تحاليل وفحوصات تكتشف ان عندها فيروس، لو ما تعملش علاجه بسرعه هتصاب باورام سرطانيه في المكان ده، في عنق الرحم. ده التحليل بقى اسمه ايه اللي بتعمل؟ الاتش بي في اللي هو الاورام، اللي هو الفيروس الحليمي البشري، هو بيصيب الاماكن التناسليه. اسمه فيروس حليمي؟ الفيروس الحليمي البشري اللي هو الاتش بي في. اتش بي في ده التحليل اصلا احنا كده كده بنعمله في فحص الزواج. الاتش اي في بنعمله طبعا، فيروس سي وفيروس بي دول اساسيين. تمام. كلها دي فيروسات، دي بيتم العدوى. لو انا دخلت على زواج انا معايا شخص تاني، لو انا دخلت على زواج من غير ما اعمل التحاليل دي هيصاب. طبعا اكيد اكيد. طيب عملنا التحاليل ولا قدر الله في طلع في مشاكل، هل بقى بيتم الكشف عن القصص دي للاثنين ولا ايه بقى؟ عشان برضو موضوع فيه حساسيه شويه. اكيد اكيد. الناس بتبقى فاكره انه انا لو رحت عملت التحليل ده واكتشفت حاجه هيمنعوني، هيبقوا لي الجوازه. الجوازه دي هي مش هتبوظ. احنا كل اللي احنا بنقومه احنا بنساعدك عشان نحل لك مشكله. احنا مش بنكشف لك المشكله. لكن ما تمنعش الجواز. لا. يعني احنا بنساعدك. احنا بديك مشوره طبيه نقول لك هتعمل ايه. دلوقتي انت اكتشفت واحد اثنين ثلاثة، هتعمل ايه؟ طيب عندك واحد وعندك اثنين وعندك ثلاثة، لو في فيروسات احنا ممكن نديلك علاج. الاتش بي في ده اصلا كمثلا كفيروس، ده اصلا ليه تطعيم بيتاخد كوقايه ليه. انا ممكن اقول لك ان ليه تطعيم وممكن اقول لك ان ليه علاج، فاحنا مش هنمنع لك جوازه، احنا بنشوف لك بنقول لك هنمنع لك كوارث ما بعد الزواج. ان انت لو تزوجت على هذا الوضع احنا لازم نقول لك مشورتنا الطبيه ان هيحصل واحد اثنين ثلاثه. فانت دلوقتي عارف انا داخل على ايه. فالطبيعي انه هيستجيب. طب خلاص نتعالج. طيب لو الحاجه دي هتمنع الزواج ناجله كام شهر، او هتتزوج على هذه الحاله بس تاخد موانع تحميك فتره العلاج. تمام. يبقى تبقى فاهم انت داخل عليا. بس بتقعدوا بقى مع الـ الرجل والمراه وتقعدوا معاهم هما الاثنين في نفس الوقت، يعني مش كل واحد لوحده. على حسب بقى ما يتم اكتشافه. يعني اكتشفنا شيء حساس بنقعد مع البنت لوحدها، بنقعد مع الراجل لوحده الاول، وبعد كده ممكن نقعدهم مع بعض نفهمهم يتعاملوا ازاي. تمام. لكن مفيش منع. بس طبعا في سريه برضو بشكل طبعا عام، علشان برضو الناس ممكن تبقى خايفه. السريه دي اصلا مش مفروض تبقى موجوده في التحليل زي ده. السريه الطبيب احنا حالفين قسم السريه. فالطبيب هو محافظ على اي سر من اي نوع. فحتى بقى هنيجي بقى في موضوع حساس زي الزواج. فلازم يبقى في سريه، لازم يبقى في حفاظ تام على السريه فيما يتم اكتشافه وحتى في التعامل معاه. طيب هل الفحص بيكون خاص بس بالامراض العضويه ولا ممكن ايضا
الأمراض النفسية؟ طبعا في فحوصات للأمراض النفسية، لأن أصلا الأمراض النفسية بتأثر على فسيولوجية الجسم. أنا لو عندي مرض نفسي تم اكتشافه، يعني مثلا عند الست في لو عندها مرض نفسي تمنعها من ممارسة العلاقة بشكل طبيعي، بيحصل لها حاجة اسمها انقباض في المهبل، في بتمنع حدوث العلاقة أصلا بشكل طبيعي. وممكن انقباض المهبل ده يمنع حدوث العلاقة لدرجة أنها لما تحصل العلاقة بشكل عنيف البنت دي بتتعور، وياما كنا في نبطشيات عمل واستقبلنا حالات في أول ليلة زواج بجروح قطعية بسبب أنه هو مش فاهم ازاي يتداخل مع حاله زي دي، لان هي نفسيا عندها مشكله كان لازم تتعالج قبل ما تدخل على زواج. فلما دخلت بزواج بهذه النفسيه وهو ما عرفش يتعامل، تم حدوث لها مشاكل جروح قطعيه. تمام. فطبعا العامل النفسي مهم جدا، واحنا كاطباء بنتعامل معاه بالنسبه للست وبالنسبه كمان للراجل. بنثقفه صحيا ازاي يتعامل لو اكتشفنا ان هو عنده امراض، ازاي يتعامل مع مرضه، ولو ما فيش امراض ازاي يتعامل بشكل نفسي. ده مهم جدا. بالزبط. طيب خلينا نقول ان يعني من 23 الى يومنا النهارده وحضرتك مشاركه في المبادره دي، هل اتت فعلا بثمارها من خلال الحالات اللي شفتوها؟ اتت بثمارها في الحاجه اللي قلت لك عليها اول الحلقه، ان احنا بدل ما كانت الطبقه المثقفه بس هي اللي كانت بتيجي لنا في عيادات البرايفت في عيادات النساء وهي تسال هو احنا المفروض نعمل ايه، دلوقتي بقى يتم على استقبال كل الحالات في الوحدات الصحيه بشكل اجباري، وهم متقبلين وموافقين، لان في بعض الحتت القبليه بالنسبه لهم ده عيب. ده صحيح. يعني ازاي ان انا ادخل في علاقه مش طرف فيها اساسا؟ لا، ولو في حاجه اصلا حتى بالصعايده ولا حاجه تتكلموا في ايه، الطر ولا العار؟ في اوقات بتبقى تنفيذ النظام بشكل صارم شويه بيقطع ثماره بشكل صحيح. بمعنى انا حطيت لك سيستم اجباري، قلت لك مش هينفع تتمم هذا العقد سواء عند مأذون أو عند كنيسة إلا لما تجيلي وتقعد معايا ونعمل التحاليل. فهم كانوا مضطرين، لكن بعد ما كانوا مضطرين هم بقوا دلوقتي مقبلين على التنفيذ لانه لقوا الوقت. طب انا بحمي نفسي اكتر بالظبط كده، انا بحمي نفسي من امراض كان ممكن ادخل فيها في مشكله. انا بحمي حتى مش انت بقى على مستوى الزوج والزوج، على مستوى الاطفال. تحليل الار اتش اللي انا بعمله، لو انا دلوقتي في 85% من الناس ار اتش بوزيتيف، طيب لو انا اكتشفت ان في حالات ار اتش نيجاتيف، دي مشكله الام بتبتدي تحمل فيه جنين، الجنين ده بيعتبر بالنسبه للجسم جسم غريب هيهاجم. اول جنين بيعدي بنتم قطع الحبل السري ساعه الولاده، فبيتم تداخل من دم الجنين ودم الام وهي ار اتش نيجاتيف وما تعرفش. الجنين ده بتبتدي دمه يتكسر يصاب بانيميا، لكن الجنين اللي بعده ما بيتمش فيه حمل اصلا، ما بيحصلش لان خلاص تكونت اجسام مضاده في حمل الست دي الاولاني، هتيجي تحمل في الحمل الثاني خلاص الجسم يعتبر ان الجنين ده جسم غريب لازم يتم الهجوم عليه، هتفضل تسقط طول عمرها بسبب انها ما عملتش بالظبط ار اتش. هي نيجاتيف وما تعرفش وما خدتش حقنه الار اتش. حقنه الار اتش هي حقنه غاليه جدا، لكن الدولة موفرة على نفقة الدولة بتتم صرفها مجانا في مستشفيات الحكومية. فلمجرد ان احنا عملنا فحص اجباري وعرفنا انك انت ار اتش نيجاتيف، فانت عارفة انك انت في حملك هتاخدي حقنة الار اتش بعد ما تولدي على طول. يعني في النهاية نقول فعلا ان المبادرات دي من المبادرات المهمة جدا وليها ثمار قوية جدا على صحة الانسان بشكل عام، مش بس حتى على مستوى المقبلين على الزواج. ده صحيح. ده فعلا. خليني اسال حضرتك على المبادرات بشكل عام، مبادرة 100 مليون صحة وفيها مبادرات كتيرة جدا، اهميتها ايه؟ المبادرة 100 مليون صحة هي ممتدة، بدأت من سنين وممتدة لحد دلوقتي. احتوت على مبادرات كتير فرعية كلها مهمة، زي فحص الفيروسات، فحص الأمراض الغير سارية، مؤشرات أولية بكونها عن المجتمع ده ونسبة المرض فيه. لما أنا أكون مؤشرات أولية أنا ببتدي أقلل معدلات الأمراض في المجتمع ده، فأنا عملت طفرة. بدل ما كان فيه فيروس متفشي، لا أنا خليته
يعتبر قضينا على فيروس سي في مصر. بدل ما كان في الاتش اي في فيروس المناعه خلاص ابتدى نسيطر على الامراض، فاحنا بنعمل مؤشرات اوليه وقاعده بيانات بنقدر نسيطر بيها على الامراض ونمنع تفشيها في المجتمع، فطبعا ده حمايه كبيره وانجاز. طيب خليني ارجع بقى تاني لمبادره المقبلين على الزواج. ايه اكتر الامراض اللي حضرتك لاحظتيها من خلال الجم يعني عشان يكشفوا وفعلا كانت حاجات مشتركه وكتيره؟ اكتر امراض اللي هي الامراض الغير سريه زي السكر كان كتير قوي، لانه السكر مشكلته انه بيعمل اعراض مختلفه وبيضرب الجسم في اوقات مختلفه وفي اماكن مختلفه. ممكن يعمل ضعف في الاعصاب، ممكن يعمل مقاومه انسولين بتاثر على كل الدوره الدمويه بتاعه الجسم وبتعمل سمنه مفرطه، تصلب شرايين، بتعمل تنميل في الاطراف، تبتدي الجروح التئامها يقل، كل ده بيعمله السكر بس. التئامها كمان بيقل يؤدي الى حدوث جروح ما بتشفاش بسهوله، ممكن لا قدر الله يؤدي الى حوادث بتر توصل من السكر اللي مش مظبطين السكر او كده. ممكن يكونوا مش مكتشفين لان برضه اللي بيبين دول سنهم مش كبير، محدش يتخيل حد عنده سكر وسنه مش كبير. بالظبط كده. طب انا لما جيت وجيت قلت في مبادرات، تعالى توجه في اي مكان، توجه وقول ان انا هكشف على السكر بتاعي، يبقى انا كده سيطرت على المرض ده وسيطرت على كل الاعراض الجانبيه اللي ممكن تواجهني منه. اكيد فعلا زي ما بنقول المبادرات دي مبادرات مهمه جدا، ونتمنى ان فعلا كل حد مقبل على الزواج ان هو يروح فعلا ويقوم بهذه الفحوصات علشان صحته وصحه اسرته فيما بعد. بشكر حضرتك جدا، بتوجه بالشكر مشاهدينا الدكتوره ندى نبيل عبد الله طبيب نساء وتوليد بوزاره الصحه ومشاركه في مبادره الصحيه الرئاسيه للفحص للمقبلين على الزواج. شكرا لكم حضرتك معانا. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله لقاء جديد ملف جديد نناقشه معاكم على أرض مصر.